السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاريخ اليوم هو 30 من شهر أوت شهر 8 2020. اليوم وأنا بصدد مراقبة بعض الطرود أقوم بالمراقبة الدورية للطرود من حيث المخزون وكذلك تطور الحضانة ووضع البيض من طرف الملكة. فما لاحظته في هذا الطرد أن هناك حضانة ذكور، هناك يرقات للذكور، وهذا يعني أن النحل بدأ في إعداد الذكور أو بدأ يحس بدخول فصل الخريف. فمن المعلوم أن في فصل الخريف هناك الكثير من الإخوة النحالين يقومون بتقسيم الطرود أو بتقسيم الخلايا. فهذه الخلية كما ذكرت بدأت ملكة هذه الخلية بدأت في وضع بيض الذكور. سأريكم الإطار الذي فيه يرقات الذكور. ها هي حضانة أو يرقات الذكور كما تشاهدون في هذه المنطقة، يرقات نوعا ما ضخمة. هذه يرقات الذكور كما تشاهدون. الملكة بدأت بوضع بيض غير مخصب أو بيض ذكور. كذلك من الناحية الثانية كما تشاهدون هناك يرقات ضخمة. هذه اليرقات الضخمة هي يرقات للذكور، هذه التي تشاهدون أمامكم، هذه المغلقة هي يرقة ذكور. فهذه الخلية مثلا بدأت في إنتاج الذكور، وهذا شيء جيد جدا استعدادا للتقسيم، رغم أنني أقوم بالتقسيم على ليس على مدار سنة، لكن من الربيع إلى نهاية فصل الخريف أقوم بتقسيم الخلايا. لكن لو تشاهدون هذا الطرد مثلا، هذا الطرد من تقسيمات الربيع، قمت بتقسيمه في فصل الربيع لكن نوعا ما أهملته بعد ذلك. لكن في فصل الصيف بديت في تقديم تغذية مكثفة. هذه التغذية المكثفة هي التي حفزت الملكة في تطور هذا الطرد. فكما تشاهدون هو على 6 إطارات مليئة بالنحل، 6 إطارات مكتظة كما تشاهدون، حتى أن الحضنة جيدة جدا. ها هي الحضنة، كمية العسل جيدة جدا، هناك إطارات مليئة بالعسل. فكما ذكرت هذه التغذية المكثفة نوعا ما هي التي حفزت الملكة على وضع البيض أو وضع بيض الذكور. فلمن يريد أن ينتج الذكور عليه باختيار طرد يكون قوي، ليس خلية العام الماضي، لا يختار خلية من العام الماضي، يختار طرد من هذه السنة يكون ذات ملكة جيدة جدا، يعني ينتخب الملكة التي ينتج منها الذكور، يقوم بتغذية مكثفة لها، يقدم لها تغذية مكثفة. هذه التغذية مع دخول فصل الخريف، يعني نحن في أوائل فصل الخريف، مع انخفاض درجات الحرارة وتواجد حبوب لقاح في الطبيعة وتقديم التغذية السكرية المخففة، هذا يحفز الملكة أو يشعرها بدخولها في موسم فيض، مما يجعلها تضع الكثير من البيض. وبمجرد أن تنطلق بوضع البيض بغزارة تنتج أو تقوم بوضع بيض ذكور. هذا البيض ذكور هي التي سنحتاجها في بعد أن تخرج الذكور، هي التي نحتاجها في تقسيمات الخريف. تقسيمات الخريف هي من التقسيمات الناجحة.
لا أقول أفضل أو أحسن من تقسيمات فصل الربيع، لكن هي تقسيمات جيدة جدا. فكما تشاهدون مثلا الإطارات الجانبية، هذا الإطار الجانبي ثقيل جدا وكله عسل كما تشاهدون، 100% عسل، يعني مخزون جيد جدا. هذا ما حفز الملكة على وضع بيض الذكور كما تشاهدون. حتى من الجهة الثانية عسل على وشك التختيم، ليس عسل إنما سكر، تغذية سكرية، هذا عسل السكر على وشك التختيم كما تشاهدون. فهذه الخلية تستعد لدخول فصل الصيف، فصل الشتاء عفوا. فحين تقوم بالتخزين بشكل جيد أي تستعيد للتشتية، هذا الإطار الثاني أيضا كما تشاهدون، شاهدوا حجم المخزون الموجود في هذا الإطار ما شاء الله من الجهتين. حتى الإطار الثالث نصفه عسل والنصف الثاني مليء بالبيض، وهناك حضنة قد فقست كما تشاهدون، هناك هلال العسل جيد جدا، وهناك يرقات وبيض جديد في مكان خروج الحضن. فهذه هي الطريقة لمن يريد إنتاج الذكور بشكل طبيعي جدا، يقوم باختيار طرد من طرود الربيع، يقدم له تغذية مكثفة، وبإذن الله الملكة ستقوم بوضع بيض الذكور ويقوم بذلك بإنتاج الذكور استعدادا لتقسيمات الخريف. فكما نعلم بيض الذكور يستغرق 24 يوم حتى يخرج الذكر من الحضانة. فبمجرد رؤيتنا لأول ذكر خرج نقوم بالتقسيمات. الملكة تستغرق 15 يوم كي تخرج، والذكر يكون قد وصل في عمره يعني حوالي 20 يوم ويكون جاهز لتلقيح الملكات. والتغذية لمثل هذا الطرد بستة إطارات مكتظة تكون بتقديم المحلول السكري مرتين في الأسبوع على الأقل، يعني كل مرة نقدم لترين من المحلول السكري كتغذية مخففة مرتين في الأسبوع. ما سنقوم به هو خلط 1 كيلوغرام من السكر مع 2.5 لتر من الماء، أقل شيء 2.5 لتر. هذه التغذية ستحفز الملكة على وضع البيض وإنتاج بيض ذكور. ما أردت مشاركته معكم لنهار اليوم كطريقة لتحفيز الملكة لوضع بيض الذكور. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك كي نستمر معكم طبعا، ونواصل معكم مشوار تربية النحل ومشوار تقديم الدروس والنصائح للإخوة المبتدئين. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديوهات والدروس مع الأصدقاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.